صلوا على النبي التوفيق. والله دي وجهه نظري، دي وجهه نظري معاهم كل حاجه. على المستوى احنا ممكن محمد عبد المنصف السنه دي 10 على 10 لو احنا نقول راينا، لكن في النهايه راي الجهاز الفني يحترم ويؤخذ به ومسانده وكل حاجه، لكن احمد فتحي، وليد سليمان، سعد سمير، اعتقد ان هم مدين مباريات كويسه جدا جدا جدا، يستحقوا الانضم للمنتخب او التواجد في المنتخب. لاعب الشهر كابتن حمادة وليد ازارو. وليد ازارو لو ديت ليه وليد ازارو؟ يعني لعب كل الماتشات المحليه والافريقيه، اداؤه، اهداف اللي سجلها، صناعه الاهداف، لعيب مؤثر في كل مباراه، تحركاته، مهاجم راس حربه، بيسجل لك وبيصنع اهداف. فانا شايف وليد ازارو يمكن من وجهه نظري اللي هو لاعب الشهر. وليد ازارو بالكره اللي طلعها في ماتش الترجي من على الخط، السلام على الذاكره، فرقت كتير، دي تفرق كتير قوي معايا ان هو يجيب جول ويشيل جول وهو يبقى ليه الاسبقيه، وما يخليش ان يكون فيا انا الاسبقيه، انا ما باخسر جول هناك، انت عارف انا بعمل تعويض او ممكن يخش فيا الجول الثاني وانا بقى اروح في حته ميس. انما الكره اللي طلعها من على الخط دي كعمل شكل دفاعي عالمي، هو والراجل كمان كوليبالي الحقيقه يعتبروا من احسن الاثنين انا شفتهم الشهر ده. طيب كابتن عادل. طبعا انا مع كباتن ازارو، لان ده ازارو بيعمل حاجه كان حسام حسن بيعملها زمان، وهي انه بيدافع كويس قوي، بيضغط كويس قوي على الرغم ان هو بيبقى لوحده، بيضغط على قلبيه الدفاع، بيأدي الدور الدفاعي بشكل جيد جدا، بيضغط في كل حته، بيلعب بروح قتاليه، بيشكل خطوره في كل كوره، بيتحرك، بيعمل تمريرات رائعه مع ازارو في علي معلول وفتحي. سلام، في منافسه كانت جباره ما بين علي معلول وفتحي وازارو، الى جانب ادائهم الدفاعي بيعملوا له الكوره اللي هي الواو وليد سليمان، وهو بيجري بيحطها بدماغه، ودي جمله متكرره يعني مش صدفه. علي معلول بيلعبها له مره، صحيح، مره جنب العارضه، المره الثانيه في ايد الجول في ماتش الاسماعيلي، صحيح، المره الثالثه في الجول. لعيب مطمئن مطمئن. طيب خلينا نقول ليه وليد ازارو، خليها نتكلم في الارقام، والارقام ما بتكذبش، والقطنه ما بتكذبش، والارقام ما بتكذبش. وليد ازارو في شهر اغسطس الاسماعيلي والمصري ودجله وحرس الحدود والترجي وكامبالا سيتي، اكتر لاعب قام بمحاولات على المرمى 13 محاوله، لاعب اساسي 6، 54 دقه تمريراته، هداف او هدف 4 اهداف، صنع فرص لزملائه 4، تسبب في ركله جزاء 1، حصل على اخطاء 7، ومساهم في اهدافه لفريقه بنسبه 5 اهداف. وليد ازارو وتقرير خاص بوليد ازارو، وبعدين نرجع نكمل اخر جزء في حلقه النهارده من الملعب ده.